السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم فتن وملاحم. فتن قد تبعد الإنسان عن طاعة الله. فتن وأصل الفتن الاختبار والابتلاء. هذه الفتن يرسلها الله على الناس اختبارا منه لعباده ليظهر الصادق في دعواه الإيمان من الكاذب قال تعالى لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أي ليظهرن الله الذين صدقوا في دعواهم الإيمان بصدقهم في الاختبار والفتن فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن فتنة الفقر هذه الفتنة التي نتكلم عنها في هذا اللقاء الطيب المبارك فتنة الفقر هل الفقر فتنة نعم اختبارا من الله تبارك وتعالى يختبر عباده هل سيرضون بما قسب الله أو لا هل سيعترفون ويوقنون أن الذي يوسع الأرزاق ويضيقها هو الله هل سيعلمون ويعترفون أن الذي يقسم المعيشة بين الناس هو الله تبارك وتعالى أو لا يعلمون ذلك الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان قال الله تبارك وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا فوقهم بعض فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالله سبحانه وتعالى رفع بعضنا على بعض، ليتخذ بعضنا بعضا سخريا. ورحمة ربك خير مما يجمعون. أيها الإخوة، الفقر ابتلاء. وليس الفقر هو أكثر شيء يخافه علينا الرسول صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري أن الناس سمعوا بقدوم أبي عبيدة من البحرين بمال، بمال الصدقة والزكوات وخير كثير. وسيصادف قدومه صلاه الفجر سياتي على صلاه الفجر فخرج النبي لصلاه الفجر وجد المسجد مزدحما ليست كعاده المسجد فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعلكم سمعتم بقدوم ابي عبيده فابشروا واملوا فوالله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. الرسول يخشى على امته من بسط الدنيا وليس على الفقر. ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. الفقر احذر فتن الفقر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الماثم والمغرب وكان يستعيذ بالله من عذاب النار وعذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه الغنى ومن فتنه الفقر ومن فتنه المسيح الدجال رواه البخاري في صحيحه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من فتنه الفقر قد يحمل الفقر اناسا فيجزعون ويتسخطون على قدر الله مش غير راضي على معيشته فيقع في الاثم فيقع في الاثم احذر ايها الفقير احذر ان تتسخط على قدر الله او على امره إن الذي يبسط الرزق على من يشاء ويقدر هو الله أي يضيق هو الله سبحانه وتعالى فلا تتسخط على أقدار الله لا تتسخط على أقدار الله بل, بل ادعو الله أن يرزقك ادعو الله أن يوسع عليك ادعو الله ألا يحوجك للناس لكن تتسخط على أقدار الله لا احذر فتنة الفقر من عدم رضا بقضاء الله احذر ان تحسد اخوانك الاغنياء فقد تسبب فتنه الفقر حسدا يحسد الفقير اخاه الغني والحسد حرام ولا يجوز لا تكثر من قول فلان ياخذ مرتب كذا وفلان ياخذ كذا وفلان ياخذ كذا لا تحسد احدا ولا تتمنى زوال النعمه عن احد من اهل الاسلام لا تتمنى زوال النعمه عن احد من اهل الاسلام. فتمني زوال النعمه يكون صاحبه حاسدا، والله امرنا ان نستعيذ بالله من شر الحاسد اذا حسد، قال: ومن شر حاسد اذا حسد. الحسد معصيه كبيره من الكبائر، وهي اول معصيه وقعت في الارض واول معصيه وقعت في السماء، فحسد ابليس ادم أول معصية وقعت في السماء وحسد ابن آدم أخاه فقتله واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين إلى آخر القصة فحسد الرجل قابيل حسد هابيل لأن الله تقبل قربانه فقتله فالحسد قد يؤدي الى القتل وقد يؤدي الى الظلم وقد يؤدي الى السب والشتم وغير ذلك احذر ايها الفقير احذر ان تحسد احدا احذر ايها الفقير ان تنظر الى من فوقك لا تنظر الى من هو فوقك او الى من اغناه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنظروا إلى من فوقكم ولكن انظروا إلى من أسفل منكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، قل الحمد لله لا تنظر إلى من يملكون يمتلكون كذا ويمتلكون كذا بل انظر إلى من هو أسفل منك إلى المريض الذي هو قائم في المستشفى انظر للفقير المدقع الفقير الذي لا يجد ما يسد رمقه انظر إلى العريان الذي لا يجد ما يستر من يستر بدنه فإذا نظرت إلى من هو أسفل منك قلت الحمد لله قلت الحمد لله أنا في خير أنا في نعمة لذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا إلى من فوقكم ولكن انظروا إلى من أسفل منكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم إذا كان نظرك دائما أيها الفقير إذا كان نظرك دائما لمن هو للأغنياء أو لمن هو فوقك سيقل شكرك لله لن يسمع منك كلمة الحمد لله لن يسمع منك كثيرا كلمة آه يعني الحمد لله نحن في نعمة وفضل من الله لن يسمع منك هذا كثيرا لن يسمع منك هذا كثيرا بل سيكون أكثر كلامك فلان يأخذ كذا وفلان يمتلك كذا ما هذه ما هذه العيشة التي نحن فيها؟ وتسخط على قدر الله. وتسخط على قدر الله. لكن لو نظرت إلى من هو أسفل منك دائما سيسمع منك كلمة الحمد لله، الحمد لله نحن في نعمة. الحمد لله نحن في غنى. الحمد لله مستورة معانا ومثل الكلمات الطيبات التي يحبها الله يحب أن تشكره، قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن عذابي لشديد فلا تكفر نعمة الله لا تكفر نعمة الله كذلك أخي المسلم فمن فتنة الفقر ألا تشكر نعمة الله سبحانه وتعالى وألا تعترف بفضل الله عليك على ما أعطاك من أولاد من رزق على ما أعطاك من صحة هذه كما قال تعالى ولقد اتينا لقمان الحكمه ان اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد فالله سبحانه وتعالى غني عن العالمين غني عن العالمين وعن شكرك لكن انت المنتفع بان تشكر ربك اخي الكريم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويقول اللهم ارزق ال محمد قوته تخيل هذه دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم يا ربي أريد أن يكون رزقي ما أقتاته والقوت قيل ما يسد الرمق أو ما يكفيني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد ولا يتمنى أن يكون عنده وعنده لا يا ربي أرزق آل محمد قوتا المهم أرزقهم ما يكفيهم لا يحتاجون لأحد هذا هو الغنى الحقيقي ليس الغنى عن كثرة العرض ليس الغنى عن كثره العرض ولكن الغنى غنى النفس كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فمن دعاء الرسول اللهم ارزق ال محمد قوتا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الفقير المقتنع والراضي بما قسمه الله هذا من المفلحين قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه انت مسلم الحمد لله تحافظ على صلواتك حتى لو كان رزقك قليلا وقنوع بما في يديك فانت من المفلحين قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه من فتنه الفقر ويجب علينا ان نستعيذ بالله من فتنه الفقر الفقر قد يحمل أحيانا ناس بعض الناس أن يسرقوا هذا من فتنة الفقر الفقر يحمل بعض الناس أن يأخذوا مالا عن غير وجه حقه الفقر أحيانا قد يحمل بعض الناس في أن يتسولوا وأن يسألوا الناس شيئا فأقول لذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من فتنة الفقر وسبحان الله وكان يستعيذ بالله من فتنة الغنى كما في صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه ومنه وأعوذ بك من فتنة الغنى ومن فتنة الفقر فتنة الفقر فيها فتن قد تصرف الإنسان عن طاعة الله لكن المحفوظ منها من حفظه الله فعلينا بدعاء الله أن يقينا شر, شر فتنة الفقر واعلم اخي الكريم اذا كنت في احد الحالين اما غني او اما فقير فاعلم ان امرك كله لك خير، قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير. ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال الرسول ليس ذلك لاحد الا للمؤمن. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم البركه في المال ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا من فضله وأن يبارك لنا فيما رزقنا نسأل الله سبحانه وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم رجل بما يدعو الله قال لما أتاه رجل قال رسول الله علمني دعاء أدعو به فقال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني فهذه الأربع كلمات تجمع دنياك وأخراك اللهم اغفر لي وارحمني أي في الآخرة وفي الدنيا أيضا وعافني وارزقني أي في الدنيا قال الرسول فهذه الأربع كلمات تجمع دنياك وأخراك نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعافينا وأن يرزقنا هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته